وبآخر محطاتنا لليوم رح نروح لنفتح هيك بوابة على موهبة سينمائية اجتمعت ضمن مكوناتها الحب وشغف الفن السابع المصقول بالدراسة والخبرة العملية، وأكيد ضيفنا لليوم المخرج زاهر قصيباتي اللي قدر أنه يحقق كتير جوائز يا ليلى. تماما يا رشا، واستطاع أنه يحقق جائزة في دبي عن الفيلم الروائي القصير حلاوة مرة. ولنحكي بشكل موسع عن الموضوع اليوم مع ضيفنا بالاستوديو المخرج زاهر قصيباتي. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. نورت. اهلا وسهلا فيكم. كيفك استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. قبل ما نفوت بالعمل واجواء العمل وابطال العمل، يعني وقت بنوقف عند هذا العنوان حلاوه مره، يعني انت جايب الضدين واليوم جامعهم بهذا العنوان، يعني هو لحاله هيك صار عندك فضول تعرف شو محتوى هذا الفيلم. دائما الفيلم اول شيء بيشد هو اسم الفيلم. صحيح. فاسم الفيلم يعني له نصيب من قصة الفيلم. حلاوة مرة. لما تحضروا الفيلم هتكتشفوا انه يعني اسم الفيلم هو الفيلم، هو نفسه بيحكي قصة الفيلم كاملة. اليوم ما بدك تحرق ولا شيء منه يعني هيك لا بنحكي نقاط. طيب خلينا هيك نحكي اول شيء عن الابطال العمل، مين هنون الابطال؟ الاستاذ كرم شعراني والاستاذة روبين عيسى، أساتذتنا عشان نختصر، حسام الشاه وعلي كريم. الأساتذة كل حدا عطى يعني أجمل ما عنده، لأنه كل شخصية إلى كاركتر مغاير تماما عن الشخصية. بالنهاية كملوا بعضهم. طبعا. تمام. حاولت بهذا الفيلم تضوي على زاوية اجتماعية معتم عليها، خلينا نحكي شوي عن هي الزاوية. هلا هو بيحكي عن أولاً، هو بيحكي بتدور أحداثه بالألفينات يعني قبل الأزمة، وبيحكي عن قصة عائلة دمشقية محدودة الدخل تتعرض لموقف ما يجلب لها المال السريع، فهذا المال يلي كانوا متخيلينه نعمة بيطلع نقمة. أيوة. طيب اليوم يعني انت ابن هي البيئه، ومثل ما هيك ذكرت انه انت خلقت كان في بيئه حاضنه لإلك لهذا الشغف، خلينا نحكي شوي عنك عن شخصك الفني يعني بهذا المجال. هلا فينا نقول اني انا ولدت بهي البيئه الفنيه. انا والدي سمير قصيباتي الملحن، اكيد بنوجه له تحيه كثير كبيره الملحن، وجه له تحيه ابن سمير قصيباتي الملحن والموزع الموسيقي والرائد بعالم أغنية الطفل ومؤسسين قناة سبيستون. فأنا بهذا الجو بعالم الموسيقى والصوت خلينا أقول أغنية الطفل، وأنا كنت طفل، فكنت أعشق كل لحظة عم يتقدم فيها فن أو شارة أو أغنية، وكبرت بهذا المجال وحسيت حالي بوقت معين بعمر معين بدي ملت لعالم الصوره. وانا جاي من خلفيه موسيقيه او فينا نقول من عالم الصوت، فكان وقت ركبت عالم الصوره مع الصوت اعطى حلاوته. حلاوه مره. تمام. قبل فيلم حلاوه مره سبقه فيلم العقد، بتحكي فيه عن فرضية إنه بيعرف المرأة ونظرة المجتمع اليوم للمرأة، خلينا نحكي شوي عنه. فيلم العقد نحن فينا مشكل حتى عقد أم عقد؟ عقد وعقد مشكل على الطريقتين. هو فيلم فينا نقول فيمينست، يعني مع قضايا الإمرأة، وبيحاكي يعني مشكلة الإمرأة بشكل عام بأي زمان ومكان. هو العقد هو الجنزير المربطة في أي امرأة مهما كانت، سلسلة مهما كانت ثقافتها، مهما كانت منبتها، غنية فقيرة، بنت مدينة، بنت ضيعة، بنت الشرق الأوسط، بنت أوروبا، في دائما سلسلة خفية رابطة أي امرأة، ولما تكسرها بيطلع لها سلاسل اكثر واكثر واكثر، بيطلع للمحيط، بيطلع للمجتمع، بيطلع كسرت سلسله المحيط طلع على سلسله المجتمع، كسرت سلسله المجتمع طلع على يعني طريق طويل، بس بلشنا من اول عقد، بلشنا من اول
عقدة أول عقدة. رأيك هنوصل للأخيرة؟ حتنفك ما حتنفك؟ نمشي. بس دائما احنا بنقول انه دور الدراما هي دائما الإضاءة على مشاكل، كان دراما كان سينما كان مسرح، انه دور اليوم إضاءة على مشاكل المجتمع بشكل عام. ولكن انتم اليوم بتتعرضوا لكثير من الانتقادات، والإعلام ايضا مو بس انتم، يعني انه انتم اليوم دائما عم تطرحوا هاي المشكلة، وهي مشكلة معروفة. هل اليوم الإعلام، خلينا بعيدا عن الإعلام، الدراما السينما المسرح مطالبة بعرض حلول او بإيجاد حلول أو بوضع فرضيات لحل مال لأي مشكلة؟ هلأ نحن بشكل عام دائما فينا نقول الفيلم القصير هو بيوصل المسج أو رؤية المخرج بقضية ما. هلأ لمجرد نضوي على المشكلة هو إنجاز، يعني نقتنع أنه هي مشكلة، يعني نقول هي مشكلة تعالوا نلاقي لها حل. هلأ بقى رؤية المخرج بأنه يلاقي له حل بهذا بالفيلم أو ما يلاقي له حل، هي بقى قصة فيك تقولي منفردة، يعني بكل حالة بحد ذاتها منلاقي له حل أو ما منلاقي له حل. بس لما نضوي على المشكلة ونكون نحن قاعدين نشوف هي مشكلة، فهو إنجاز أنا بعتبره. تمام. حتى كتير ناس بيقولوا إنه هذا الفيلم أي الفكرة تكررت، يعني إنه هذا المخرج سواها نفس، يعني تكررت، لكن بتختلف بطريقة المعالجة اليوم. معالجة. نظرة الإخراجية. كيف عم تعالج هي المشكلة، وقدي تقدر تصلك، قدي المخرج يقدر يوصلك إياها لتحسي بأي قضية هو عم يحاول يوصلك إياها. ليكي أنا بشكل عام ما بحس المخرج أو حتى الكاتب هو مسؤول عن حلول تماما. وهذا سؤالي كان لك، انه اليوم انتم غير مطالبين، انتم مطالبين بالاضاءه على مشكله ما، او بقالب، حتى فيك تقولي قالب ترفيهي وليس كيف بدي اقول، ترفيهي مو معناته مضحك او انه تسلينا. هو بالاخر انت ما عم تفتح كتاب تقريه عبارة عن 1000 أو 2000 صفحة، أو أنت ما عم تروحي على محاضرة. أنت وقت تشوفي الفيلم بالشكل الأول، لما تروحي على دور السينما تشوفي الفيلم، أنت راحة ساعتين زمان تتسلي، تنبسطي، تقضي وقت جميل. هلأ إذا وصلنا المسج وقدرت تصل هي المسج بهذا الوقت، هون إنجاز المخرج. تماماً. حتى يعني دائماً الدراما الاجتماعية بتلامس الواقع، يمكن الناس بتشد الناس أكثر للمتابعة. يعني نحن كل شخص بيشوف حاله بهي الفقرة أو بهي الحلقة أو بهي الفكرة اللي عم يشوفها، يعني ضروري يمكن الشيء الاجتماعي دائماً أهم من أي شيء متابع حتى أكثر. بشكل العالم بشكل عام اجتماعي أو اي جانرا بتقدمها السينما بشكل عام، في الى رواده وفي الى محبينا. بس انك انت تقدري تصلي لكل المجتمع، هو هذا اكثر شيء انا بشكل عام انا بحب اوصل له. يمكن اليوم بتحس في هموم مشتركة كتير بين الناس، فاليوم عم تقدر توصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس. خلينا نركز على اليوم على جائزة دبي. اليوم قديه مهم المشاركات، خلينا نقول على مو بس على المستوى المحلي، على المستوى الدولي، واليوم حصولك على هي الجائزة أول شيء أكيد يعني فخر كتير جدا كبير إنك اليوم مخرج سوري عم تحصل على هي الجائزة. شو عانت لك؟ شو أعطيتك لقدام؟ جاوبتي عني. اختصرت لك. لأقول لك كيف قصدي. أنا اللي كنت بدي أقوله، أجمل شعور جاني لما أخذنا ليك قلتها. حلو، لأنه اليوم أنت عم تشتغل ضمن مجموعة، ضمن هي نجاحها واحد. المجموعة الأكبر اللي بدي أقول لك إياها، اللي هي مين؟ اللي هي أنا ما حسيت ظاهر إصاباتي لأخذ الجائزة. بكل صدق وصراحة أنا حسيت سوريا هي اللي أخذت الجائزة الأولى، لأنه لما يشارك بالمهرجان أكثر من 182 فيلم حول العالم بمشاركة مخرجين من مصر، من الأردن، من اليابان، من دول العالم بشكل عام، ويأخذ الجائزة الأولى فيلم سوري، فأنا هون بشعر بالفخر وبحس أنه الحمد لله سوريا برغم كل شيء، برغم كل شيء بالسينما، يعني بالفن لسه مو بس موجودة، عم تكون رائدة. وكان بوقتها وقت الجائزة كان تاني، كان بنفس اليوم اللي تأهلت فيه سوريا لدور الـ16، فبالرياضة بالسينما بتحس هيك رجعت
ان شاء الله ان شاء الله الايام الحيويه ان شاء الله والامل بانه مكمل. صار عنا هيك شوق نحضر الفيلم وصار عنا فضول اليوم يعني كثير كبير واكيد رح نحضره. تمام، برايك من خلال خبراتك الخبره الفنيه والذائقه الفنيه قديش اليوم هي مهمه للمخرج السينمائي؟ هلا بشكل عام في مهن تختلف عن مهن يعني بطرق يعني بماهيه المهنه بروح المهنه، مثل مثلا لنقول الدكتور هو لازم يعرف شيء، لازم يعرف كل شيء عن الشيء المختص فيه. مهنه المخرج تقريبا فيك تقولي لازم يعرف شيء عن كل شيء. كيف يعني؟ يعني لازم يكون هلا كنا عم نقول ملم بكل تفاصيل المجتمع المحلية والعالمية، ملم بكل القضايا، ملم بكل شأن بيعني لفئة مجتمعية، لأنه لما بده يحكي عنه بده يحس بوجعه. صحيح، فهو بيقدر يوصل. بالضبط، فهو بده يكون ليقدر يوصل. أهم شيء دائما يعني أنا دائما بقوله لما يشوف أي حدا أي مادة أو شيء اشتغلته وصلتك حسيت فيها، أنا بكون عم بتطلع دائما على رياكشن الاول بنهايه الفيلم بمشهد الماستر اللي انا بكون عم بطلع لما الاقي انه انا هون كيف المخرج بيقدر يعني بيقدر يشد المشاهد مثل ما بده بادواته. انا هون بدي اياه يبتسم، انا هون بدي اياه يدمع. لما يقدر يصل بحرفيته واحترافيته لهذا المكان فهو بده يكون متعدد الذوائق ومتعدد كيف بدي اقول لك اياها؟ خلينا نقول الطرح اليوم يعني كونك عم تشتغل بمجال مشبه شوي بعض، نحن خلينا نقول مجال نحن اليوم مو روبوت يعني في اليوم في ابداع بالقصه بده يكون متواجد عند حضرتك عند بالقطاع الدراما بالسينما. يعني اليوم هذا اذا انا ما وصلني يعني انا بقول لك انا ما حسيت، فانت اليوم انت يعني مسؤول عن ايصال هي الرساله يعني طبعاً. فكتير مهم اليوم يكون النظرة الإخراجية خلينا نقول مثل ما قلت يعني أنا بنهاية كل عمل أو بنهاية كل شيء بتساوي إنه ناس شو قال مو شو قالت كيف اطلعت هي أدوات المخرج وحرفية المخرج يعني بالمرتبة الأولى. بعدها أداء الممثلين فينا نقول طبعا كله بيكمل بعضه. أصغر حدا بلوكيشن التصوير ممكن يكركب تصوير مشهد كامل ويطلع صح مو كما يجب. جماعي جدا جماعي العمل السينمائي او الدرامي، جد اكثر مهنه جماعيه هي المهنه. في شيء عم بتحضر له؟ طبعا حاليا عم نحضر لفيلم جديد فيك تقولي كوميديا سوداء. هلو اليوم عم بيختار عناوين يعني مستفزه. طيب اليوم اللي الانتاج عم يكون على النفقه الخاصه او اليوم في شركات خاصة إنتاجية؟ هي إنتاج شركتنا شركة آرت هاوس. طيب نحن كمان هيك بنتمنى لكم، نحن بشوف حالنا فيكم، نحن بحاجة اليوم لنهضة سينمائية درامية رياضية بكل المجالات على المستوى السوري. اشتقنا نرجع نشوف هاي الدراما الحلوة هالأعمال، رجعنا اشتقنا نشوف الجمهور بالمسرح من أول وجديد يعني صح. فهي اليوم الرسالة أماني عندكم وان شاء الله اكيد حتكونوا على قد المسؤوليه. نحن قد الامانه وباذن الله موجودين ومكملين وهي فيك تقولي بدايات. ونحن واجبنا الاضاءه على هي الرساله دائما. وما قصرتوا. شكرا استاذ. اكيد ونحن بنفتخر فيكم بنفتخر بكل المواهب الشابه ببلدنا، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق والنجاح بمسيرتك. شكرا لحضورك، تحياتنا من خلالك لكل كادر العمل حلاوه. مرة شكرا لك، أهلا وسهلا بحضرتك.